هذا الأب هو ابنائه يتابعون التلفزيون بأشد انسجام، لكن ما كانوا يعلمون أن طفلهم الصغير يستحضر للموت بعد ثواني قليلة. شعر الأب أن ابنه بخطر، وكأن قلب الأب هذا جهاز رادار ذكي. سبحان الله، ما ندري كيف شعر أن ابنه الصغير سيصبح دماء متناثرة على الأرض بعد عدة ثواني. شوف الفيديو وصدقني أنك راح تكون سبحان الله لا إراديا. سبحان من زرع هذا الإحساس في قلب الأب، وكأنه رادار آلي. رغم انسجام الأب مع التلفاز إلا أن قلب الأب لم ينسجم إلا مع ابنه، لكن نتمنى من الأب لا يندم على استعادة ابنه من جديد للحياة. طبعا الطفل حب يسولف مع أهله لكن ما حد أعطاه وجه، قال أقول أنت حرح سلي. السلام عليكم، في هذا الفيديو نبي نشوف عدة مقاطع لآباء ينقذون أبنائهم بآخر لحظة من الموت. كلنا ما يحتاج عارفين إحساس الأب وقلب الأب. الأب رحوم، الأب يوكلك، الأب يشربك، الأب يلبسك من بعد الله جميع ما سبق، الأب يضربك. طبعا إذا خطيت ما علينا، أسعدن باللايك، ما عليك أمر، واشترك عندي إذا كنت ضيف جديد على القناة. أنا بيبسي وخلك مع هذه المقاطع اللي ما راح تشوفها بعينك حتى بحياتك الواقعية. اولا هذا الطفل طالع مع ابوه رحله للبحر، وكادت ان تكون اخر رحله للطفل. الطفل اخذ هالوقت بالتمعن بجمال ولطافه البحر، وظن هذا الطفل ان البحر ودود جدا وحب يسبح فيه، لكن لا يعلم ان البحر لدود جدا من لا يعرف التعامل معه. هذا الطفل كاد ان يحقق المعنى لمثال نقطه في بحر، كاد ان يسافر بالبحر بلا عوده لمرة. شوفوا هذا الفيديو تعرفوا على من البطل بهذه القصه. الطفل بكى بعد ما رأى الموت في عينه، لكن لا يعلم أنه سيبكي من مر الحياة يوما ما، سيتمنى أنه لم يصارع من أجل الحياة. ثانيا هذا الأب حذق جدا بالاصطياد، وكأنه حارس مرمى في آخر الدقائق متعطش لرؤية الكأس، لكن إحساس الأب وقلب الأب أكبر من هذا. أب رأى ابنه يتسابق على أذية نفسه، ولكن قلب الأب لا يرضى هذا. شوفوا كيف أنقذ ابنه في آخر جزء من الثانية. الأطفال معروفين أنهم أي شيء يطيح على رأسهم أو يضربهم وهم صغار ممكن يذبحهم أو يفقدهم الذاكرة، لكن عيالنا فاقدين الذاكرة خير شر. ثالثا أخطر شيء ممكن تسويه بطفلك هو أنك تخليه يلعب ألعاب ما هي بعمره، مثل هذه اللعبة. واضح أنها ما تصلح لطفل عمره 7 شهور، هذه اللعبة تصلح لأطفال أعمارهم فوق 4 سنوات، لكن هذا الأب حب يسعد طفله وركبه هذه اللعبة، لكن هذه اللعبة بغت تكون سبب الكسر رقبة هذا الطفل. لولا الله ثم أبوك كان الطفل الآن ميت. لو انه طايح هذا الولد راح تنكسر رقبته ويموت، او تصيبه اعاقات مزمنة الى الابد. رابعا معروف ان الراس هو كمبيوتر الانسان، سبحان الله هو اساس الانسان تقريبا. ما عمرنا مثلا شفنا شخص فاقد راسه وعايش، لا قدر الله فيه احد يفقد اعضائه مثل يده او رجله ويبقى حي، بس مستحيل يفقد راسه ويبقى حي، لان الراس اهم جزء بالانسان. شوف هذا الطفل كان بيطيح من فوق ابوه على الارض، يعني بيصير راس هذا الطفل مثل الاندومي مطشر على الارض، لكن سبحان من أعطاه فرصة ثانية للحياة من جديد. ديفيد جيمس، أوه ماي جاش. الأم هنا كانت تضحك وخذت الموضوع بشكل فكاهي، لكن لم تدرك أن طفلها كان سيحتضر لولا الله ثم أبوه. Oh my gosh!
خامسا واخيرا، المعروف سبحان الله ان ابنك على مسؤوليتك وضروري تقدم له كل ما يحتاج لانك ولي امره لازم ترعاه، لكن اسوأ شيء ان ولدك يموت وتسبه انت. صدقني استحال انك تنام الليل من صراخ ضميرك. شوف هذا الاب كان بيجعل من فتاته الصغيره اما طفله مجنونه اثر ضربه على راسه او بيجعل منه جثه ميته على الارض، كان بياكل اصابعه من الحسره. شوفوا الفيديو. هذا الفيديو كان بلبنان لحظة مرعبة جدا، الأب وابنه الصغير. إلى هنا وانتهى مقطعنا اليوم إن شاء الله، ولو استفدنا القليل من شرح الأسبوع هذه، وبس مع السلامة.